حبايبي جريد 3، تعالوا مع بعض نشوف كده لما الراجل الجميل ده يديني اي بيكتشر. وبص هنا هو مديني ايه؟ ام ام اختصار ايه؟ حلو. بس انا يا مستر لما باجي استخدم الرولر، لو احنا شايفين الرولر بالايه؟ بالسنتي وبالملي، بس الملي اللي هو الصغير، الشرط الصغيره دي انا مش شايفها، وهو مش عايزك تتعب وتعد. اسمع بقى، انا هاخد الرولر بتاعتي وعايز البتر فلاي دي من هنا لهنا اهو زي ما عامل. تعالى ناخد الرولر، بص كده انا هحاول اكبر اهو، هحاول اكبر عشان تشوف كده كلنا شايفين. لازم نحط الزيرو، نحط ايه؟ بص يا قمر لو انت خدت بالك ادي الزيرو، عد معايا 1 2 وجايه بعد كده بتوين ال 2 وال 3، في النص ما بين ال 2 وال 3. اقول له اسمع يا حبيبي، ده 1 سنتيمتر وده 1. ال 1 سنتيمتر لو انا عايزه ملي متر ايكوال كام؟ ها؟ يلا بقى نلعب. يبقى ال 1 ده بكام؟ وال 1 اللي جنبه بكام؟ والنص الهاف ده بنص التين كام؟ 5. يبقى يا مستر الراجل ده بقى عندي، لو انا هكتب له ميجر هكتب له 25 ملي متر. طب معلش تعالى نلعب واحده كمان يا مستر. حاضر. انا رسمت لك الايه؟ الربر، الاستيكه، الاريز. بص معايا، ادي الزيرو، ها 1 2 3 وادي الفور. يا مستر دي جايه قبل الفور، مالكش دعوه هي فور، بس انا 4 سنتيمتر. يا مستر هو مش عايزها سنتيمتر، هو عايزها ايه؟ طب تبقى كام مليمتر؟ 40. طب تعالى نلعب اخر واحده، جبنا حاجه زي نقول مثلا ايه، الصعرجوقه ولا اسمها ايه؟ الدعسوقه. تعالوا نشوف الدعسوقه دي لو انا هقيسها. بص يا حبيبي هطلع بالرابر اهي، هطلع سوري بالرولر. بص يا حبيبي هتقول لي ادي 0 1 2 ما كملتش لل 3. لا يا حبيبي كمل انت 3، فتبقى كام سنتيمتر؟ 3. بس هو عايزها بالمليمتر 30. ادي حبيبي الحاجه اللي انا عايزك تروح تعملها في الموديل اللي احنا بنحله. تعالوا نقول ستوب حبايبي. جريد 3 فيرست تيرم 2024. انا عارف ان لما بتيجي حاجة وورد بروبلم انت بتبقى قلقان، بس تعالوا نقول مع بعض، امتى اعرف بلس ماينس؟ امتى اعرف ديفايد؟ امتى اعرف ان انا اعمل تايمز؟ اسمع حبيبي، هنا هنشيل احمد ونقول ماما، يور ماذر هاز، كلمة هاز يعني عنده 15x، او ماما بوت 15x. ماما روحت البيت، ماما وونت يعني عايزه، ايكوالي 5، عندها 5 ولاد. يا ترى ماما هتدي ايتش؟ اول ما الاقي في اخر الجمله ايتش تقول لي اعمل ديفايد، اول ما الاقي ايتش في اخر جمله يبقى هعمل ديفايد. يعني انا هاخد يا مستر ال 15 واقول ديفايد 5 واقول لنفسي اروح تيبل 5، كام تايمز 5 يديني 15؟ بس حبايبي يبقى لما الاقي في اخر الجمله كلمه ايتش يبقى هنعمل تعالى نمشي الجمله اللي بعديها. بص يا عمر الراجل الجميل ده مديني تايم وبيقول لي رايت ذا تايم. احنا اتفقنا البارت الاولاني ده بتاع الاور يا عمر، والبارت ده بتاع المينت. الشورت هاند الدراع الصغير واقف عند مين؟ يبقى اكتب هنا 6. يبقى الشورت هاند ده بتاع الاور. تعالى بقى يا عم يا لونج، انت واقف عند مين؟ ايه 3. واحنا اتفقنا ان انا لما بتحرك من 12 ل 5
دي كام مينت؟ ومن 1 ل 2 ومن 2 ل 3 يبقى احنا مشينا كام 5؟ 15. بص بقى، طب انا عايز اكتبها بطريقه تانية، هقول له انت علمتني 3 حاجات. ايه ده؟ هو احنا خدنا 3 حاجات؟ اه، تعال افكرك بيهم حبيبي. لما الواتش بتاعتك ادي 12 ويبقى الشورت عند 12، اسمع حبيبي، الشورت عند 12 واللونج عند 12، او بص يا قمر، بص حبيبي، اللونج عند 12 والشورت واقف عند 7، سوري. الشورت واقف عند 7، اللونج عند 12. كمان واحدة يا مستر، حاضر. اللونج واقف عند 12 والشورت واقف عند 2. لما تلاقي اللونج عند 12 يبقى الساعة رايت، رايت يعني مظبوطة، يعني هنا أقول اتس 2 كلوك يعني 2 والمينت 0، هنا 7 كلوك، هنا 12 كلوك. هنعمل ستوب ثواني. اتفضل، حد عنده سؤال حبايبي؟ طب فهمنا؟ عندنا بص بقى، استنى استنى، طب انا كمان عايز طريقه تانية للكتابه، شايف دي؟ تقول كده اتس 12 او تكتبها 12 او 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 كلوك. ادي حبيبي اهو. طب دي اول واحده، اسمع بقى اللي جايه دي. لما الاقي اللونج عند 3، اللونج عند 3 وادي يا مستر الشورت عند 1، يبقى دي معناها بكتب الاول الشورت واقف عند ال1 يبقى انت اور، وانا واقف عند ال3 فقلنا كام؟ 15. بس دي ليها طريقه تانية برضو حبيبي لازم تعرفها. لما يبقى اللونج عند ال3 تقول كوارتر باست، وبعدين تقول 1 سواء كده او كده. لما الاقي اللونج عند اقول كلمه كوارتر باست. اخر واحده لما الاقي اللونج عند ال6 مثلا والشورت اهو عند ال2، فدي بنقول ال2 الاول وال6 هي 30. لما الاقي اللونج عند ال6 اقول هاف، ودي كلمه باست وبعدين تو. طب تعالى بقى نرجع لمسالتنا، وعايز التلاته دول هصورهم لك وابعتهم لك. بص حبيبي يلا بقى، يبقى انا لما الاقي 15 اقول هاف ولا اقول كوارتر؟ يبقى انت حبيبي هتيجي تكتب الطريقه الثانيه كوارتر وادي سوري ار وباست 6. تعال بقى للمساله الثانيه، الراجل ده سايب لك السنتيمتر فاضي، يبقى هنجيب مين ونعمل ميجر؟ يلا، طلعت معاك كام يا باشمهندس؟ 5. واللينث ده طلع معانا كام؟ 2. اسمع بقى، لما اقول لك عايز البارامتر بلس، الله عليك بلس، وهو مديك بلس، بس نقول حاجه، بص يا حبيبي يا مريم دي كام؟ 5. يبقى اللي قصادها كام؟ 5. دي كام؟ 1 2 2. يبقى اللي قصادها 2. يبقى انا لما اجي اعمل بلس، ها 5 بلس 5 الله، و2 بلس 2 ويلا نعمل بلس كام يا حبايبي؟ 14. طب ده البارامتر بعمل بلس، سما معايا يا حبيبتي؟ طب لما اقول لك انا عايز الاريا تايمز، تايمز لايه؟ تقول لي اللينث والويتس، اللينث هو الكبير اللونج والويتس هو الشورت، يبقى هقول ها 5 ايكوال 10. تعالى يلا نكمل، احنا قلنا بتاع الرولر كويس؟ اه يا مستر، هنا طلعت معانا كام؟ 25. ايه؟ 25. طلعت يا مستر 2 2
and half بس بالسنتيمتر ال 2 ب 20 وال half يبقى 25. فانت مالكش دعوه بالسنتي، انت هتشتغل زي ما شرحنا. يلا هنا الكليبس ده يعني طلع 3 سنتيمتر. وال 3 سنتيمتر انا عايزها بالملي تبقى 30. يلا البتر فلاي طلعت معانا كام؟ طلعت 1، وفي النص بين ال 1 وال 2 ب 5 تبقى 15. يلا البنسل طلع بكام؟ 7. طلع 7 سنتيمتر يبقى 70. عود نفسك حبيبي. نيجي بقى للمساله دي، دي كانت بتاع اول حصه، اول حصه بدانا. ما انا عارف حبيبتي. هنا ده تيل، ده تيل. الباكج دي بكام؟ وجنبها كام؟ يبقى النمبر نيكست. نيكست. برافو. نيكست. نيكست. اكسلنت. الراجل ده خلاني كتبت التيل نمبر. اما لما الاقي لاين ده فده اسمه لاين بلوت. لاين ايه؟ بص بقى بيقول لك ان كل واحد تعمل له علامه اكس. يلا ال11 كان عندها كام؟ 7. يبقى انا اجي فوق ال11 واعمل كام اكس؟ 7. اعمل 7 يا مستر. 3 و 3 ادي 7. ال12 كان عندها كام؟ 6. يبقى اجي فوق ال6 واعمل كام اكس؟ 6. 6 اهو يا حبيبي. يلا ال15 فين ال15؟ لا سوري 13. ال13 8. يبقى حضرتك تفضل تطلع لغاية ما تعمل كام؟ ها؟ 8x. يلا 14 5. يبقى أعمل فوق منها 5. ال 15 أعمل 3. آدي حبيبي ده الكويز اللي احنا حليناه، واعمل حسابك كل مرة هنحل مع بعض واحد.